جايا ولاية الحادثة. نحن هنا بشاطئ اللوطة بين بلديتي سوق الاثنين وأوقاس لمحاولة استقصاء القصة الحقيقية. تقول الرواية المبدئية إنه بعد وصول عيسى وأصدقائه إلى المكان المسمى لوطة ببجاية، ركنوا سيارتهم وتوجهوا إلى الشاطئ لقضاء ليلة صيفية ككل الشباب. لكن زبير اضطر للعودة إلى مكان ركن السيارة من أجل أغراض نسيها هناك. قبل أن يركن سيارته لم يلتقي بحارس الباركينج، لكن هذه المرة يتفاجأ بشخص يطلب منه 200 دينار نظير توقفه هنا. يعترض زبير على طلب حارس الباركينج بحجة أنه موقف غير شرعي، ليدخل فورا في مناوشة كلامية معه. لا احنا ما خلصوش. تتطور المناوشة الكلامية إلى اشتباكات بالأيدي، ثم يختلط الحابل بالنابل تحت العصي والأسلحة البيضاء. لم تنتهي الاشتباكات إلا وزبير ساقط على الأرض بعد انضمام رفقاء حارس الباركينج. بقي زبير طريح الأرض مغشيا عليه وغائبا عن الوعي، لم يلاحظه أحد. بعد مدة تفطن أصدقاء زبير أنه تأخر عن العودة إليهم، فتوجهوا إلى موقع ركن السيارة ليصطدموا بهذا المشهد. زبير زبير تهدر معي زبير زبير. أصدقاء زبير ينقلونه على جناح السرعة إلى المستشفى بسيارتهم الخاصة. كان زبير في حالة حرجة للغاية، والوجهة الأقرب مستشفى أوقاس. بعد معاينة الطبيب المناوب لحالة الضحية، أمر بتحويله على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي ببجاية. قضى عيسى أسبوعا كاملا في الإنعاش بمستشفى بجاية، ومن غيبوبته إلى قبره بوادي سوف. لقد رحل عيسى بسبب هوشة باركينج بكل سذاجة. وقع الصدمة على أهل قريته بوادي سوف كان كبيرا. هل يكون عيسى زبير قد توفي حقيقة بسبب ملاسنات حول ركن سيارة بباركينج؟ أمر يكاد لا يصدق لتفاهة السبب. لم نغادر بجاية. ينبغي معرفة الرواية الجماعية لأهل الموقوفين. لقد كان من الصعب جدا جمعهم للإدلاء بتصريحات، فهم لا يثقون كثيرا بالصحافة. هذا اللجان ضرب راح فوت سيجور ولا سجور في الكوما في بجاية، ما كان لا ضجة إعلامية، ما كان لا والو، حتى نهار اللي توفى باش بدأت الناس تتحرك. ستة من أولادهم رهن الحبس الاحتياطي. نهار كيما تبري واحد ترواج ولا كاتجور طاحوا على جماعة، هبطت الدرك، أمر مع بالك الوكيل الجمهورية، داو شوية ليجان تاعنا راهم في ستة دروك حبس احتياطي. وجدناهم في حالة غضب وتذمر شديدين بسبب ما أسموه بحملة التشويه الإعلامية والفيسبوكية. بين الضجة هذه الإعلامية اللي وسخت يعني شوهت للريجون، شوهت للريجون. احنا رانا هنا رانا ندينونسيو هذا الفي هذا تاع لاشارنمون ميدياتيك ولا ديابوليزاسيون دو توت اون ريجيون. حنا لا ريجيون تاعنا الحمد لله معروفه من 62، والناس اللي يروحوا للبحر شكون اللي ما يعرفش سوق الاثنين، والاهل تاع سوق الاثنين والكرم تاع سوق الاثنين. والصحافه كبرت لا 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 الموضوع وصرا فتنه، والفتنه اشد من قتل. سنسمع روايتهم الان. كان مفاجره بينتهم وما على باليش كيفاش، ومن بعد راحوا للباركينج هذا وين صرا الحادث، مي ما على بالناش شكون اللي قتلو، ام صحابو ام عفسوه كان يقول عفسوه بالطوموبيل، وكانوا شاربين وكاع الناس تهضر كانوا شاربين.
كانوا شاربين داوسوا بيناتهم حتى بعد ان باترون دان بيسترو ما خلاوش يتمواني. لقد دخلت فيها معطيات مغايرة لتلك التي تداولها الإعلام. بدأت القصة حسبهم من هذه الحانة. جاو فوقي في ثلاثة ولا واش كانوا في منطقة تاع المخمر، من المنطقة هذيك تهوشوا فحتوهم راحوا للشاطئ، كي دخلوا للشاطئ زادوا داروا ثم لا 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 ملاكمة بيناتهم، دخلوا وقيل الذراري هذا ولا كيفاش راهم يقولوا، من ثم تضرب السيد هذا، قال لك كي تضرب زادوا قاسوه وقيل بالطوموبيل كاع هربوا. حنا كيما سمعنا السيد هذا بقى ثم في الشط، بقى في المنطقة هذيك تاع باركينغ. هنا مستشفى أوقاص، نبحث عن تفاصيل أكثر حول الحالة التي وصل عليها عيسى. الطبيب الذي عاينه رفض الحديث أمام الكاميرا، فنضطر لتصويره بكاميرا خفية. تصريحات متناقضة بين الطاقم الطبي وسكان المنطقة تترك علامة استفهام حول توقيت وقوع الجريمة. يا اون انفستيكاسيون على شحال الساعة نقلوه للسبيطار تاع أوقاس، وم أوقاس كي قالوا لهم روحوا ديروا له سكانير في بجاية، على شحال الساعة لحقوا للمستشفى خليل عمران. هذه هي الصح. نحاول إقناع عائلة عيسى للحديث أمام الكاميرا لمعرفة روايتهم حول مقتل ابنهم. قال لك وقال المحامي ما تهضروش. بصح المحامي علاش ما حبش يخليهم يهضروا؟ بالعاني برك، هما اللي خايفين خويا، هما اللي خايفين ما حبوش. ولا كي بدات فيها القضيه كيما قالوا تاع بجايه، باسكو حنا رحنا لبجايه وقالوا الحكايه انهم كانوا شاربين. ولا على هذا المشكل؟ باش يدافعوا ارواحهم، صح فعلا حقهم يدافعوا ارواحهم. ايه هما ما حبوش يهضروا معانا. والله انا دوك نقول لهم هضر معايا المحامي، يا صوره نقول لهم قالكم من مصلحتكم ارواحوا خير هضروا، نقول لهم راكم تضروا ارواحكم. خلاص ان شاء الله. هذا هو التصريح الوحيد الذي تمكنا من افتكاكه على لسان والد الضحيه. باش يدخلوا لي في ابني ولا داروا هادي ولا هادي، احنا خاطين اللي دار منكم ليه قبضوا يسلك. القضية لم يفصل فيها القضاء بعد.